فللعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ورحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن فقه الصلاة وأحكامها، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم. شيخنا بالأمس أتممنا الحديث عن إحدى أو ثاني السنن المؤكدة في الصلاة، وهي صلاة العيدين، واليوم ننتقل للحديث عن سنة مؤكدة أخرى من الصلوات التي تسن سنة مؤكدة حسب التقسيم الذي ذكرتموه في بداية الحلقات، وهي صلاة الكسوف والخسوف. نبدأ بمعنى الكسوف والخسوف والفارق بينهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد قبل أن نبدأ في الكسوف، بقيت لنا بعض النقاط في صلاة العيدين. كان يجب أن نذكرها الحلقة الماضية، لكن فاتت علينا. وأهم هذه النقاط، أولا قضية العيد. العيد معناها اللغوي. أتت من كلمة العود، عاد يعود عودا، فكأنها تعود كل سنة. مرة ثم السنة الأخرى تأتي في نفس الموعد، فسميت لذلك عيدا. هذه بالنسبة للعيد. بالنسبة لأمر آخر لم نذكره، وهو مسألة استحباب التكبير من الإمام ومن المأمومين منذ خروجهم من منازلهم وأماكن إقامتهم، حتى بالنسبة للمأمومين حتى يخرج عليهم الإمام، والإمام من منزله إلى أن يصل موضع الصلاة فيقطع التكبير، ويقطع كذلك المكبرون، وكانوا يذكرون جلوسا في المصلى إلى أن يخرج عليهم الإمام. فإذا خرج الإمام قطع الجميع، الإمام والمأمومين، ثم بعد ذلك يبدأ بهم الصلاة. وتحدثنا ربما أن الصلاة تسبق الخطبة بعكس الجمعة. هذه مسألة ما لم نذكرها من قبل. النقطة الثالثة، إذا أنتم سألتموني عن مسألة إذا نسي التكبير، التكبير يسموه فين الزوائد، التكبيرات الزوائد، فإذا نسيها تارة يفوت تداركها بأن يركع، وأكثر علماء المالكية عندهم هنا تفوت بالانحناء. وضع الركبتين، وضع الراحتين على ركبتين يفوت هذا الأمر. وتارة ينتبه قبل الركوع، سواء وسط القراءة أو في نهايتها أو في بدايتها، فهنا يكبر هذه التكبيرات، يقطع ما هو فيه ويرجع كأنه يبتدئ الصلاة الآن، إلا أنه قد كبر تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام.
فيأتي بالتكبيرات ثم بعد ذلك يثني بالقراءة من جديد. فإذا انتهى من قراءته فإنه يركع إلى آخر الصلاة ويسرد بعد السلام. نعم، لأنه زاد. وقد اختلف علماء المالكية في سبب سجود السهو هنا، سبب الزيادة، هل هي ما فعله أولا أو ما كرره ثانيا؟ وهذا لا يترتب عليه كبير شيء، وإنما يسجد بعد السلام. نعم، تقريبا هذه أهم النقاط التي لم نذكرها. أتحول إلى سؤالكم لهذه الليلة، وهي سنة مؤكدة، نعم، جديدة أخرى بعد الوتر وبعد صلاة العيدين، وهي صلاة الكسوف. لكن يبدو لي قبل أن أشرح صلاة الكسوف لابد من أن أنبه على الأقل بعض الناس تهمهم هذا التنبيه، وهي أن صلاة العيدين ليست سنة عند الأحناف، بل هي واجبة على من وجبت عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة العيدين. لكن يعني معلوم أن الأحناف يفرقون بين الفرض، صلاة الجمعة فرض، وبين الواجب. نعم، بالضبط. صلاة العيدين عندهم من الواجبات. هذه واحدة. يعني هذا شيخ أكد أن الإنسان لا يتركها، يعني لأن فيها اختلاف. صحيح. حتى في وجوبها من عدمه. صحيح، هذا صحيح. نعم، الثانية مسألة يعني الاختلاف بين المالكية والأحناف في مسألة عدد التكبيرات وموضعها. عدد التكبيرات عند الأحناف ثلاثة. في الركعة الأولى تقال قبل قراءة القرآن، قبل الفاتحة والسورة، ثلاث تكبيرات، ثم اقرأوا الفاتحة والسورة ثم اركعوا كالمعتاد. وفي الركعة الثانية يقرأ أولا بعد قيامه، بعد أن يكبر تكبيرة القيام، نعم، يقرأ أولا ثم يكبر ثلاثا. إذن التكبير في موضعه في الركعة الأولى، وفي غير موضعه كما يرى المالكية وغيرهم في مسألة الركعة الثانية، ويعني في عدده كذلك، عدده ثلاث عند الأحناف. فيعني إذا كان الإمام حنفي فلا يستغرب منه المأموم أن يفعل ذلك. نعم، وفي هذه الحالة عليه أن يتبعه على كل الأحوال. نعم. أما صلاة الكسوف وليس الخسوف، ولو أن يعني في اللغة يقال لكل من الشمس إذا يعني غابت، وفي وضح النهار، وفي القمر كذلك، يطلق على كلا الأمرين كسوف وخسوف. فأي التعبيرين صحيح؟ نعم. يعني يصح أن يقال كسوف الشمس. نعم. وكسوف القمر، كما يصح أن يقول خسوف القمر وخسوف الشمس وكسوف القمر كذلك. نعم، يطلق عليها الأمرين. نعم. وكلمة الخسوف معناها يعني التغطية وعدم الطول وعدم الظهور. هذه قضية الكسوف. فإذا هي غياب الشمس في النهار ودون غيم طبعا. هذا هو الكسوف، كسوف الشمس. تارة يكون ذلك جزئيا، وتارة يكون كليا، ويحدث الاثنان معروف يعني، وسواء كان الكسوف جزئيا أو كليا يعني يسن له هذه الصلاة التي سنذكرها. نعم، هذا بالنسبة لتعريف الكسوف. أما الخسوف القمر أو كسوفها
هذا ليس أولا صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصلاة الخسوف عند المالكية استحبابية. نعم على وجه الاستحباب. وليس نذكر إن شاء الله بعدها يعني كيفية صلاة الخسوف، الفرق بينها وبين الكسوف. نعم نبدأ شيخنا بالأولى بقضية الكسوف. نعم الكسوف عرفناه وفهمناه متى يعني متى تسن الصلاة له. فإذن الكسوف سنة مؤكدة وكيفيتها كالآتي: يكبر، وهي تسن صلاة الجماعة فيها الكسوف، أيضا هذه لازم نعرفها. لكن يمكن أن يصليها الإنسان وحده، لكن من مندوباتها أن تصلى في جماعة وأن تصلى في مسجد كذلك. نعم بعكس الخسوف كما سنرى. إذن يعني الجماعة تأتي ولا أذان لها ولا إقامة كالعيدين. ويعني لما تجتمع الجماعة في المسجد يأمهم أحدهم، وإذا كان للمسجد إمام راتب يأمهم، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة. إذن تقرأ الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم بعد ذلك الركعة الثانية كذلك يفعل. نعم يعني لما يقوم للثانية يقرأ الفاتحة وسورة ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة أخرى ثم يكمل صلاتهم. لكن من الأحكام وهي ليست على الوجوب ولكنها استحبابية أن يطيل القراءة في الركعة الأولى وفي الثانية، وعندهم يندب أن تكون الأولى أطول من الثانية. نعم يعني هم قدروها تقدير، لأن اختلفت الروايات، وهذه مسألة مهمة يترتب عليها حكم آخر سنذكره، وهي هل يقرأ الإمام سرا أو جهرا. عند المالكية الأفضل السرية، ولذلك قالوا الصحابة الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف رووا قدروها تقديرا بطول البكث، وقدرتها السيدة عائشة بطول سورة البقرة بنحو البقرة. نعم أيوة وهذه اللي اعتمد عليها مالكية، فقالوا يعني يندب أن يقرأ البقرة أو نحوها. نعم ثم هذه في الركعة الأولى في الجزء الأول من الركعة الأولى ثم بعد ذلك لما يرفع من الركوع في نفس الركعة الأولى، ولكن في جزءها الثاني الركوع الثاني يسموه، يقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها. ثم بعد ذلك في الركعة الثانية في ركوعها الأول يقرأ الفاتحة ويعني النساء أو ما يقاربها نحوها. وفي الركوع الأخير نعم يقرأ فيه سورة المائدة أو نحوها. يعني على الترتيب. نعم فهذا هو المندوب في هذه الصلاة، فهي صلاة لها كيفية خاصة. نعم في طريقة قراءتها وفي قضية ركوعاتها إلى آخره. بقي أن نقول لما يندب أن يطيل القيامة، ومعنى ذلك يطيل القراءة، فالرفع من الركوع كذلك يندب له أن يطيله
بقدر القراءة التي سبقته، وهكذا في الركوعات الأربع. نعم، يطيل، ثم بعد ذلك في السجود قالوا يسجد بقدر الركوع وبقدر الرفع منه، ركوعه كذلك يطيله كما يطيل القراءة. لكن هذه المسائل تصعب على الناس في وقتنا الحاضر. نعم، ولذلك يعني يمكن للإمام أن يخفف، أن يقرأ نعم وأن يعمل ركوعين في كل ركعة، ولكن لا يطيل ذلك القدر، وإنما يطيل بالقدر الذي يحتمله الناس أكثر من العادي. نعم، فيعني إذن المطلوبات صعبة إذا تتبعنا الأفضلية فيصعب على الناس ذلك. هذا بالنسبة لصفتها. بقي نعم صفتها، بقي لدينا يعني من دخل على الإمام وهو يصلي فيكون قد أدرك الصلاة بحضوره للركوع الأخير، أي الركوع الرابع، أي الثاني في الركعة الثانية. فإذا حضر ذلك فقد لحق بالإمام، فيلزمه أن يأتي بركعة أخرى. نعم، ثم بعد ذلك يكون قد حضر الصلاة مع الإمام. نعم، يعني شيخنا الإدراك فيها يكون بإدراك الركعة الثانية مش بإدراك الركعة الأولى من كل ركعة. لا، إدراك الركعة الثانية يعني لو أدرك الركعة الثانية من الأولى ليس مسبوقا، خلاص يسلم مع الإمام تماما. وإن أدرك الرابعة يصلي ركعة أخرى، ركوع الرابع يصلي ركعة أخرى. بقي مسألة إذا يعني تجلت الشمس وطلعت من جديد فإنه يخفف الصلاة، يقول علماؤنا يكملها نافلة عادية. وأما إذا يعني بقيت الشمس يعني منكسفة فإنه يطيل القراءة نعم طولا يدرك به انجلاء الشمس إن حصل. نعم، ولا يشرع تكرارها أكثر من مرة إذا استمر هذا الكسوف. هو ذاك نعم تصلى مرة واحدة. قضية وقتها شيخنا، هل هي محدودة بوقت معين ولا متى ما كسفت الشمس صليت؟ يعني أقصد الوقت في اليوم، يعني في الساعات، في أي لا ساعة؟ الوقت هذا من حل النافلة إلى الزوال. نعم، إلى وقت الظهر. هو ذاك. نعم صلاتها في البيت قلتم إنه صحيح، يعني يمكن أن يصليها في البيت، والمستحب أن يصليها في المسجد. نعم، المسجد نعم هو المطلوب من حيث الأفضلية. نعم، قضية هل لها خطبة مثل خطبة العيد ولا ليس لها خطبة؟ هذه المسألة اختلف فيها الناس. يعني بالنسبة للمالكية يذكرون أن لها يعني خطبة بعد الصلاة، يعظ فيها الإمام الناس ويذكرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى لعباده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو حياته. يعني وبين للمسلمين أنهم إن أدركوا ذلك فيصلون. نعم، أحد الإخوة في الأسئلة يسأل عن قضية إذا كسفت الشمس وبعد الزوال. إذا كسفت الشمس بعد الزوال لا أعرف أن لها يعني صلاة خاصة بعد الزوال. يعني عند المالكية هي فقط مؤقتة بهذا الوقت يعني. أي هو ذاك. نعم صحيح. طيب شيخنا، ذكرت مثلا في حكم صلاة العيد أنها سنة مؤكدة في حق من تجب عليه الجمعة، حكم الكسوف سنة مؤكدة في حق من؟ في حق من تجب، في حق من يعني، لكن سنة فقط مش فرض. في حق من تجب عليه الجمعة كذلك. نعم، لكنهم يزيدون في هذه المسألة، مسألة الأطفال المميزين.
الأطفال مميزين يستحب في حقهم أن يصلون صلاة الكسوف مع الناس. نعم. مكان إقامتها؟ يعني الكسوف في مكان، هل يعني مثل تستحب مثلا في الفضاء أو في الصحراء كما تستحب صلاة الليل كذلك ولا؟ لا لا، عند المالكية يستحب إقامتها أو تستحب إقامتها في المساجد. نعم نعم. طيب، ذكرتم أيضا بما يكون إدراك ركعة فيها، وهنا شيء قضية الركعة الثانية كأنها هي الفريضة. نعم صحيح. والأولى هي السنة عند المالكية. هي السنة تماما. نعم. ركعة الركوع الأول من الركعة الأولى والركوع الأول من الركعة الثانية حكمهما السنية. والركوع الثاني من الأولى والركوع الثاني من الثانية فحكمها الفرضية. نعم. طيب شيخ، لو لم يتبقى شيء تريدون التنبيه عليه، ننتقل لقضية الخسوف وصفتها ووقتها وأين تؤدى. تماما. بالنسبة للخسوف ونعني به هنا خسوف القمر، حتى نفرق بين كسوف الشمس وبين خسوف القمر. خسوف القمر يعني هو يعني مستحب صلاته. نعم، من النوافل المستحبة وليست سنة مؤكدة كالكسوف. هذه واحدة. الثانية أن صلاة الخسوف القمر هي نافلة عادية وليست كما ذكرنا سنة، وتصلى وقت يعني القمر تنخسف لا تظهر، وطبعا هذا كله في الليل. نعم. ولذلك نعم، ولذلك صلاتها يعني جهرية، لأن نوافل الليل نعم جهرية. ولكن إذا صليت سرا كما أن كسوف الشمس كما ذكرنا هي من السنة النهارية، وبالتالي يطلب فيها السرية عند المالكية. لكن إن صلوها يعني جهرية فلا بأس ولا حرج عليهم. ولأن بعض المذاهب يستحبون الجهرية. نعم. وربما تكون يعني كأن يعني عندهم مبرر في مسألة جهرية الكسوف، لأن أنتم تعرفون مسألة إذا صليت سرا يصعب على المأمومين الوقوف، خصوصا الذين لا يحفظون القرآن. فنعم تطول جلستهم أو أفضل قيامهم. نعم، ولا يسمعون شيئا. لكن على كل حال الحكم الفقهي أن المندوب في مسألة هذه السنة أي سنة صلاة الكسوف هو قراءتها سرا. وأما المندوب في صلاة الخسوف فصلاتها جهرا. لكن هل تصلى جماعة؟ قال لا، الأفضل أن تصلى فرادا. لكن معنى ذلك إذا صلي الجماعة هل تصح هذه الصلاة؟ نعم تصح، والأفضل أن يصليها الناس فرادا. إذن الأفضل أن تصلى سرا وأن تصلى فرادا. نعم. عفوا، جهرا بالنسبة للخسوف تصلى فرادا. تصلى فرادا. نعم، ويكررون هذه الصلاة حتى تنجلي القمر، حتى تظهر من جديد، أو كما يقول الفقهاء أو يطلع الفجر. إذا استمرت نعم منخسفة حتى يعني طلع الفجر فإن صلاة الخسوف وهي نافلة كما ذكرنا خلاص ينتهي وقتها، ويصلى الفجر ثم يصلى الصبح كما هو معلوم. نعم. يعني هي تختلف كثيرا على صلاة الكسوف، تصلى بالليل صفتها صفة النافلة العادية، تصلى مثنى مثنى وتكرر حتى ينجلي هذا الخسوف، وتؤدى في البيوت كما ذكرتم شيخنا. نعم. ومثلا أخرى ذكر الفقهاء وهي مسألة يعني إنهاء هذه الصلاة إذا ظهرت القمر في ما
مطلعها العادي يعني في مظهرها العادي أو إذا غيبها الغمام إذا خلاص مع تظهر العيان خصوصا هذه القضية في أوقات الشتاء أوقات الأماكن من الأرض التي تكتر فيها السحب والغمام وما إلى ذلك الصلاة عاش تكرر أما إذا كانت واضحة في السماء واستمر عدم ظهورها أي استمر انخسافها فإن المسلمين المطلوب منهم ندبا أن بإيقاع هذه الصلاة نعم طيب ومن باب أولى أن تصلي في البيوت يعني لا خطبة لها يعني لا ما فيهاش خطبة صحيح نعم طيب نسأذنك شيخنا نذهب فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل فابقوا معنا وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى تتجه الأنظار نحو منتدى الحوار السياسي في تونس ومعه تطرح التساؤلات حول أجندة الحوار والمشاركين فيه كل ذلك وأكثر تجدونه في لقاء خاص يبث اليوم مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز على تمام الساعة 11 بتوقيت طرابلس وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد شيخنا إن بقي شيء تودون التنبيه عليه وإلا ننتقل للأسئلة التي وردت إلينا أعتقد أننا يعني انتهينا من الأحكام الفقهية لصلاة الكسوف نعم نعم طيب شيخ ننتقل للأسئلة أبدأ بسؤال للأخ آدم يوسف على الفيسبوك يقول عند جمع صلاة المغرب والعشاء وقت المطر هل ينتظر لإقامة الصلاة 5 دقائق أو أكثر؟ نعم ينتظر بل إن بعض الفقهاء يقولون ينتظر بالصلاة حتى يتمكن الوقت ثم بعد ذلك تقام صلاة المغرب فتصلى ثم صلاة العشاء فتصلى فنتحدث عن ذلك بالتفصيل بعون الله إن حيينا إلى ذلك إن شاء الله السؤال الثاني يقول شخص أمام بيته أرض وقف فأراد أن يغرس شجرة ظل فيها لغرض يعني إيقاف سيارته في هذه الأرض فما حكم ذلك؟ لا يملك ذلك هو نعم هذا تعدي يعتبر نعم لكن بالإمكان أن يستأجر هذه الأرض فيغرس فيها وتكون له شجرة لاستظلال سيارته لكن بعد أن يدفع الإجارة نعم الأخ عبد المنعم أظن يقول يسأل عن حكم شرب الخمر بالخطأ في رمضان والخمر لا يشرب ولا في رمضان ولا في غير رمضان هذا الأصل بالخطأ يعني إذا كان فعلا معنى خطأ بمعنى كلمة يعني هذه لكن هذه تأتي فيش تأتي في جرعة عادية ثم يقلع بعد ذلك نعم قضية بالخطأ في أولى ثم اعتمد في آخره لعله يقصد الحكم الفقهي في قضية الإفطار في هذا اليوم أو الإفطار لأن كثير من الناس يذكرون أن بعض الأشياء التي لا يستفاد منها أو التي تشرب سهوا لا قضاء فيها هذا من جانب ومن جانب الآخر بعض الناس يذكرون أن الخمر لأنها تمكث في بطن صاحبها كثيرا حسب ما يقولون فلا يستطيع أن يجدد صيامه الأيام الأخرى يعني. لا لا علاقة للصيام بقضية الخمر وشربها وإنما الخمر محرم وشربه تعمد ولا ولكن إن شاء شرب جرعة كما ذكرنا سهوا فهذا إن شاء الله ليس مأثوما الإثم الذي يحصل لشارب الخمر عمدا لكن بالنسبة لهذه المسألة حدثت في رمضان
فهي مفطرة. نعم. مثلها مثل بقية السوائل. أما حكاية مكوث الخمر في بطن صاحبها وشاربها فترة طويلة، نعم هذا الإثم يطول مكثه مع مكوث الخمر، لكن صيامه صحيح. نعم. وكذلك صلاته صحيحة إذا كان صاحياً يعرف ما يقول وما يفعل. نعم. نعم. أحد الإخوة يسأل عن قضية متعلقة بالميراث. تتحدث الأخت أنها هي وأخوها كأنهم بنوا منزلا مناصفة، يعني في هذا البناء، وهدم هذا المنزل في الحرب الأخيرة، وتوفي أخ هذه السائلة. هي تقول توفي عن زوجة وسبعة أخوات، سبع أخوات، ستة منهن شقيقات وواحدة الأخت لأب، وله إخوة توفوا قبله، وله يعني له ابن أخ لا زال حيا. يعني عندنا فيها سبع أخوات، ستة شقيقات وواحدة لأب، وابن أخ وزوجة. الزوجة يعني ميراثها معلوم، إذا لم يكن له إذن أولاد. ليس له أولاد. ليس له أولاد. تمام. إذن عندنا إذا لم يكن له أولاد الزوجة تأخذ الربع. ربع الميراث لها. ثم بعد ذلك يأتي ميراث الأخوات. لكن الأخوات الشقيقات. شقيقات لهن الثلثان. إذن الربع للزوجة. الأخت لأب هنا لا ترث. ها؟ الأخت لأب هنا لا ترث مع الأخوات الشقيقات. لا ترث. لا ترث الأخت. فإن بقي شيء يأخذه العاصب وهو ابن الأخ الذي ذكر. نعم. فلك هي المسألة يعني ممكن أن نحللها عفوا بسرعة. يعني طالما هي فيها الثلثان وفيها الربع والثلثان وين تلاقن؟ يعني في الاثنى عشر. إذن المسألة من أصلها من 12 اثني عشر، يعني ربعها وهو ثلاثة للزوجة وثلثاها للأخوات الشقائق، يختصمنه بالتساوي. هذا ثلثها كم؟ ثمانية وثلاثة، 11. بقي سهم واحد لابن الأخي. نعم. هذا هو حل المسألة. نعم. الأخ محمد على الفيسبوك يسأل يقول أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا كيفية الحجاب بالنسبة للمرأة، لأن كثيرا من النسوة يعتقدن أن الحجاب هو غطاء الرأس فقط. لا، الحجاب هو غطاء الرأس بأكمله والشعر كامل، ثم يعني تغطية الرقبة والصدر، ليست الرقبة بمعنى كاملة وإنما الجزء الأعلى منها. نعم. فإذا غطي كل ذلك فهذا هو الحجاب الشرعي. أما إذا بقي الصدر واضحا وظاهرا أو جزء من الرقبة السفلية كذلك فهذا ليس حجابا. نعم. وقضية ما يتعلق بشروط بقية مثلا الجلباب الذي تلبسه المرأة، ما شروطه يعني؟ ذكرناها في الماضي ولا بأس من إعادتها. قلنا يعني أن يكون لا يظهر منه جسمها، لا تحديدا ولا وتجفيفا. إذا يعني لا يطلع منه منظرها أو لحمها أو جسمها من داخل هذا القماش، ولا كذلك لا يحددها، بمعنى أن يكون ضيقا جدا بحيث يظهر بعض مفاتنها. هذا هو الممنوع. ويعني قضية الحجاب ليس المقصود به الزينة،
بعض الـ 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 نعم بعض المسلمات يعني أخذنا الحجاب نعم ويغطي كل ما ذكر، لكنهن يفتشن عن الألوان المختلفة والزاهية لغرض التزين. لا، التزين هذاك له البيت تتزين لزوجها، وأما بالنسبة إذا خرجت المطلوب عدم الزينة. نعم. نعم، الأخت هيفاء تقول عندها والد زوجها توفي من 3 أشهر، وكان رحمه الله يعني عند أذكار وورد من القرآن يوميا يحافظ عليه، ويعني تزكيه، وتقول يعني لا تزكيه على الله. وقالت الآن زوجته هي أم زوج السائلة تقول تحاول أن تقرأ له ورده كل يوم، أي بمعنى كل يوم تقرأ له ما كان يقرأ وهو حي، وتهدي له أجر ذلك. وكذلك مثلا في يوم الجمعة تقرأ له ورده في هذا اليوم كما كان يقرأ وهو حي. فتسأل هل يجوز هذا الأمر، وهل يصل له هذا ثواب ما هي تهديه؟ ثواب القرآن وثواب الأذكار فيها خلاف كبير بين العلماء. بعضهم يرون وصول هذا الثواب إذا يعني عمل من قبل المسلمين بصورة عامة، وبعضهم يقيد هذا القبول إذا صدر من الأقارب وبالذات الأولاد، نعم، وما في حكمهم. لكن هل ننصح هذه المرأة؟ الرجل هذا، ونحن لا نزكي على الله أحدا كذلك، ولكن أخذنا بقولها، فإذا كانت هذه سيرة فكانت هذه سيرته، المسألة لا تحتاج إلى أن يقرأ له لا ورد ولا غيره، وإنما يعني ورد في الحديث أن من كان له أعمال صالحة حتي توفي على ذلك فإن أجره سيستمر نعم إلى يوم القيامة، ولذلك هذا لا يحتاج إلى قراءة ولا إلى غيرها. نعم. أحد الإخوة يسأل عن قضايا يعني تحدثنا عنها كثيرا، حكم حلق اللحية وإسبال الإزار والقبض في الصلاة عند المالكية والتشريع عند الركوع والرفع منه أو الرفع من السجود. هذه يعني ربما يرجع الحلقات يعني تحدثنا عنها كلها أكثر من مرة أظن هذه المسائل. لو أردتم شيخنا أن تجيبوه بشكل سريع عن هذه المسائل. نعم، كما تحدثتم أنتم نحن ذكرنا ذلك وفصلناه، وقلنا بالنسبة لسؤاله الأول وماذا عن الحكم حلق اللحية وإسبال الإزار. حكم اللحية يعني عند أكثر العلماء حرام. نعم، وتحدثنا على ما يعني قضية ما يؤخذ منها إن كبرت جدا تشذب وقص من أطرافها ومن نهايتها. ويعني بالنسبة لإسبال الإزار، نعم يعني مطلوب وهو من السنة، ويعني إذا نزل عن الكعبين ليس حراما كما يعتقد بعض الناس أو كما هو ظاهر الحديث، وإنما المسألة يبينها إذا كان هناك الفخر، إذا عمل ذلك للخيلاء والفخر فإن صاحبه مأثوم يعني يترتب عليه الإثم. أما إذا كان عادة الناس هذا هو لباسهم، أو كان يعني خصره لا يستطيع أن يضبط السراويل فإنهن ينزلن إلى أسفل من الكعبين، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق عندما يعني شرح له أنه لا يستطيع أن يضبط سراويله أو إزاره، فقال له أنت لا تفعله يعني فخرا. فبين له هذا الحديث أن مسألة الإثم نعم تتعلق بمن فعل ذلك كبرا ويعني وفخرا وما إلى ذلك. وأما إذا كان هذا الأمر كان عادة قوم كما ذكرنا أو كان الجسم أيضا رقيقا فإن ذلك لا يتصل بقضية المعصية.
نعم. طيب شيخ، الأخت السائلة اللي سألت عن قضية، عندها سؤال آخر نسيت، أن السؤال هو تقول تطلب منكم الدعاء لبناتها بالهداية وصلاح الحال وتوجيه نصيحة لهن، يعني دائما يتشاجرن، فتريد منكم دعاء ونصيحة لهن وهن يستمعن لكم. والله ربنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم وإياهن وحتى الأم أيضا لصالح القول والعمل، أن يهدينا وإياهن سواء السبيل. نعم. أحد الإخوة يسأل يقول، عنده سؤالين، السؤال الأول يقول قلت لزوجتي أنت طالق إذا تعمدت عدم إخباري بأموالك التي تأتي إليك من أي جهة كانت، هل يمكن إبطال هذا اليمين أم أنه يستمر حتى يقع؟ هذه القضية تتعلق بنية الحالف. إذا كان يقصد طول عمرها أو عمره يعني متى كأنه يحنث، أما إذا قصد هذا الحلف أو هذا اليمين في مدة معينة أو بمناسبة معينة فيمكنه أن يقول لها لا، ليس من الضروري أن تخبريني، فتنتهي المسألة. نعم. سؤال الثاني، هل أموال الزوجة لا يحق للزوج معرفة مصدرها ولا عددها عدا عن استئذانه لصرف أموالها أينما شاءت؟ لا، مسألة لا يحق للزوج أن يعرف مصدر أموال كل راهي، لأن كان إذا كانت مصدر الزوج لا علاقة له بأموال الزوجة بتاتا، لكن إذا كانت القضية تحوم حولها شكوك أخرى من حقه أن يعلم. نعم، حتى تطول العشرة ويثقوا بتصرفاتها. هذه هي المسألة. نعم. الأخ يعني شيخنا الأصل أنه لا يسأل لأنه صار تقطيع في الصوت، الأصل أنه ليس لها الحق في أن له الحق في أن يتحكم في أموال زوجته. لا أختلف بهذه الأموال أبدا. نعم. إلا إذا حامت شكوك معينة وكما ذكرتم. تماما. الأخ هشام شيخنا يقول هو عامل، سؤال غير واضح لكن يقول يشتغل يعمل عنده، يعني هو عنده عمل ويعمل عنده شخص، هو يقول عامل غير ليبي ويعمل عند شخص ليبي، وصاحب العمل يبعث مواد ليست بالجودة المطلوبة وهو يعرف ذلك، لكن عندما يسألني الزبائن عن جودتها دائما يرد عليهم لأن لكل شيء ثمن، إذا أردت جودة جيدة سترفع السعر، وعندما أسأل صاحب المحل يقول لي هذا ما يطلب السوق وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل، عندما يسألني الزبائن، يعني هو يعرف أن البضاعة ليست بهذه بالجودة العالية فيسأل ماذا يصنع إذا سئل أمام الزبائن يعني أو من الزبائن. هذه قضية تتعلق بقضية هل يجوز الكذب في هذه المسألة أو لا يجوز ذلك؟ المعروف أنه لا يجوز الكذب في هذا، غش بعد. نعم، سواء كان يعجب هذا الأمر يعجب صاحب البضاعة أو لا يعجبه، لكنه كذب والكذب حرام كما هو معلوم، ويعني لا يجوز إلا في حالة معينة ذكرها الفقهاء، وليست من الكذب الممنوع كما هو معلوم كالكذب على الزوجة لإرضائها، لأن النساء أحيانا يطلبن أشياء يعني يصعب على الزوج توفيرها، فإذا كذب عليها ووعدها فإذا أخلف وعده لا يعصي بذلك. نعم، فهذه أحد المسائل التي يجوز فيها كذب، والكذب كذلك في الصلح. الصلح بين شخصين أو فريقين، فيأتي لهذا الفريق ويقول إن الفريق الثاني قد مدحك وشكرك وذكر كثيرا من ميزاتك إلى آخره، ويذهب للفريق الآخر فيقول له
مثل ما قال الأول، رجاء أن يصطلح وأن يتعاشر وأن تنتهي حياتهم على خير. نعم. الأخ محمد عنده كثير من الأسئلة، 13 سؤال، نجيب على ما نستطيع منها. أبدأ بسؤال يقول: شخص عليه فوائد كثيرة جدا كانت في فترات متقطعة، الآن يقوم بقضائها مع كل وقت صلاة من الصلوات الخمس، يعني مع كل وقت يصلي صلاة أخرى. يسأل على النقاط الآتية: هل يصح ما يفعله؟ أم يعني إحداها أنه يصلي الرغيبة الفائتة وبعدها يصلي الصبح الفائت ثم يصلي رغيبة الفجر الحاضرة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي صلاة الصبح الحاضرة، وأحيانا يستيقظ متأخرا فيصليها جميعا بنفس الترتيب بعد الشروق وقت حلول النافلة، يعني يقضي في الرغيبة. قضية قضاء الرغيبة هذا غلط، هذا لأن الرغيبة لا تقضى إلا رغيبة يومها. إذا كان نفس اليوم أتت الرغيبة وقام بعد طلوع الشمس مثلا فإنها تقضى إلى الزوال. نعم، هذا ما عمل الرغائب الماضية فلا تقضى، خلاص انتهت. نعم، لما يصلى الصبح أو تطلع الشمس وقد صلى صلوات ذلك الوقت أي تلك الليلة انتهت قضية الرغيبة. نعم. وأما صلاته مع كل صلاة صلاة، نعم، إذا كان وقته لا يسمح إلا بذلك فهذا هو المطلوب، لكن أنا أنصحه بأن يعمل جدولا، يعني يسجل التاريخ الذي بدأ يداوم فيه على القضاء حتى يعلم لما ينتهي الوقت وقد أكمل القضاء الذي عليه، فبعد ذلك يعني لا إثم عليه ولا حرج. نعم. السؤال الثاني يقول: أحيانا يضيق الوقت وبما يسمح له بأن يصلي الرغيبة وصلاة الصبح الحاضرة فقط ثم بعد الشروق، وفي وقت حلول النافلة يصلي بالترتيب رغيبة الفجر ثم صلاة الصبح الفائتة، يعني ذكرتم له أنه لا تقضى رغيبة الفجر. لا تقضى رغيبة الفجر. نعم، إنما تقضى الفرائض، والفجر ليس فريضة وإنما هو رغيبة، قلنا بين السنة والنافلة. نعم. نعم. طيب شيخ، نكتفي بهذا القدر ونجيب إن شاء الله الأحد عشر سؤال الباقية في الحلقات القادمة، ومعه أسئلة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في حلقة الجمعة القادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.